تفضل شيخنا. في مساجد كثير بتفتح السماعة لما يكون في نص الأذان، يكون رايح شيء من الأذان. طبعا هذا من مفاسد الأذان الموحد، أنه نصل إلى مرحلة من المراحل أن الأذان يستمع من نصفه ولا يستمع من الأول. فمفاسد الأذان الموحد كثيرة. فأولا حرم الناس أجر الأذان. اثنين أنه في كثير من الصور يتأخر في فتح الأذان، فبالتالي ربع الأذان أو نصف الأذان يذهب. ثلاث أحدث كسلا عند المؤذنين، بحيث أنهم عندهم كبسة برضو في البيت، حتى أنه عنده كسل يفتح المسجد، فبقول لك والله أنا بدي كبسة عندي في البيت عشان البنت الصغيرة اللي عندي إيش هي اللي تكبس الكبسة. الأمر الرابع أن هذا الأذان الموحد جعل جميع الأماكن في وقت واحد، هناك أماكن جبل، هناك وادي، فكيف تقول منطقة سويلح مثل منطقة خريبة السوق بينهم تفاوت، كله في نفس الوقت في نفس. الأمر الخامس أنه في كثير من الصور يؤذن الأذان والوقت الحقيقي لم يدخل. والأمر السادس أن الناس اعتادوا على أذان ملحن، فبدهم أذان ما بدهم الله أكبر الله أكبر، لا بدهم الله أكبر الله، بصير إيش بصير يأذن لي تمطيط. فهذا زرع بهم عن طريق إيش الأذان الموحد. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.